عائشة، لوين رايحة؟ تعرف إنه أنا هلأ مبسوطة؟ لأنه لما قلت لي إنه رح تتركني فكرتك ما بتحبني وعم تقضي وقت معي. فراقنا رح يعذبني، خصوصي إني ما رح شوفك بنوم. فرحت لما عرفت إنه أنت بتحبني وما بتتركني بسهولة. تعرف أنا ما كنت بتوقع أكثر من هذا الحب. كنت بدك تتركني لأنه أختي حامل من عمك، ما هيك؟ هالموضوع رح يخجلني لموت. بعدين بقول ليش لأخجل؟ شو دخلني فيهم؟ عمك هو اللي غصبها لنيبال. عائشة اسمعيني، أنا عن جد أنا كمان ما كنت بعرف شو بدي أعمل، شو بدي أقول، ما عرفت، صدقيني ما عرفت أتصرف. كيف ممكن حكيكي بهالموضوع؟ ما عاد مهم هلأ، المفروض أنا وأنت إنه ننسى القصة وهالموضوع يتسكر بقى، لأني بدي سافر. لوين رح تروحي؟ مو على أساس ما عندك حدا غير أختك هون؟ رايحة على أضنة لعند مرة اسمها نيرمين، هي مثل أختنا الكبيرة. قررت إنه أنت وأختي ما عاد تشوفكن بنوب إلا ما أوسع بشي محل. المهم أني أطلع من هالضيعة. برأيك هذا هو الحل؟ طيب قلي بلال شو ساوي؟ شو روح عيش بالقصر؟ أقعد أكل على سفرتكن؟ آه شو رأيك؟ بكرة أو بعده رح ينعرف الموضوع، ووقتها أنا شو بعمل؟ يا ريت اختي ما حملت وما صار هيك، يا ريت ما اشتغلت بالمعمل تبع عمك، لك يا ريتها ما ساوت هيك مشان كمل دراستي، يا ريت امي وابي ما ماتوا. هدول الافكار كلهم خطروا على بالي، بس ابدا ما قلت يا ريتني ما حبيتك يا بلال بحياتي. ليش خلتني حبك؟ لو ما صاروا حبيتك كان كل شي رح يكون أسهل بالنسبة إلي. لك ليش خلتني حبك؟ يلا قول ليش؟ قلي في حل تاني غير اللي عندي؟ يلا أنا صار لازم أقلك بخاطرك. لا مستحيل اتركك، ما في تروحي لمكان. طب كيف بدي ابقى ممكن تقول؟ ما رح اتركك، فهمي. مو من قبل تركتني؟ نسيت اللي ساويته؟ بعدين انا ماني محتاجه انك تشفق علي بنوب، انا بعرف دبر حالي منيح. عائشه انا اصلا ماني عرفان شو بدي ساوي، والله ضايق نفسي، لا تزودي علي انت كمان. شو بدك يعني اعمل؟ اجي على القصر معك؟
شو هاد هو المزبوط؟ عن جد هاد اللي بدك ياني أعمله؟ بدك تمسك إيدي وتاخدني لسلم على الخالة نارين؟ رح تقلها شوفي أمي هي رفيقتي عائشة؟ بتكون أختها للست اللي جابها الآغا؟ خلينا نفترض عملت هالشي، أنا كيف بدي طلع بوشهم بدون خجل؟ وهن لما يطلعوا علي ترى شو بدهم يقولوا عني؟ لكن إذا هيك بدي روح معك. أنا ما بقبل. وأنت كمان ما في روحة. لك أنت ما دخلك. تمام، معناها رح روح معك. لوين؟ شو بيعرفني؟ خلينا نروح. يلا. شو ناطرة؟ أنت أهبل شي؟ لا، متخلف برأيك. بلال، نحن لوين رايحين؟ وأنت شو رايح تساوي؟ لوين ماني عرفان. بتمنى لاقي قدام بيت الست نرمين شقة. لا، أنت عن جد خالص على الآخر؟ يعني رح تترك دراستك وأمك مشان شو؟ وأنت كمان عم تتركي أختك ومدرستك. أنا غير أنت بلال لو سمحت. تمام، على راحتك. يلا روحي، حياة جديدة عم تنطرك هنيك، بس أنا ما رح كون بهالحياة يا عائشة. أنا رح ضل هون لأنه أنت هيك بدك. عائشة، إذا الشباس البنت من خدها بتصير حبيبته يمكن يتركها بعدين، بس إذا باسة من جبينة ساعتها بتنكتب على جبينه. اللي بينكتب على جبين بيتغير؟